السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أهلا متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ تعالوا نعمل 30 لتر صابون مواعين أبيض شفاف بتكلفة 100 جنيه، 30 لتر بتكلفة 100 جنيه. المكونات سهلة بسيطة جدا، 5 مكونات بس. أول حاجة نبتدي بيها 100 جرام تايلوس، البرميل بيبقى مليان تحت الودن، برميل 30 بيبقى مليان تحت الودن. هننزل بالتايلوس كده زي ما قلتكم، تقليب بسيط أهم حاجة كده وأنت بتتفرج على الفيديو، صلي على النبي معايا. الموضوع سهل وبسيط، خلي بالكم يا جماعة في ناس كتيرة فاتحة بيوتها من الفيديوهات بتاعتي، فياريت محدش يقول أي تعليق وحش، أنا عايزك تدعيلي بس وأنت تتفرج على الفيديو، هو ده اللي أنا عايزه منك بس، مش عايز أكتر من كده. 100 جرام تايلوس هنقلبهم كويس، أنا هحاول أختصر الفيديو مخلوش إيه يطول عليكم. التايلوس مهم جدا إنه يتقلب كويس ان شاء الله باذن الله. قد ايه يا بيه؟ ايه يا بيه؟ مفيش عرض عندك يا حماده؟ تمام يا بيه. انا بتصور يا بيه. حلو. عايز ايه ولا عايز ايه؟ بعد كده ربع كيلو صابون. مسحوق اسمه ايه؟ باهي، في باهي؟ باهي، هيو في باهي. الصابون برضه مهم جدا يتقلب. كم كيس؟ عشان ساعات التكسابون بيرقد تحت وبيعمل كلاكيع. 10 كوب 20. بعد كده 180 جرام صودا سايل، ثالث خطوة. معلش صابوني يا جماعة، قلب كويس برضو. قول لك استنى يا ابني استنى. 180 جرام صودا سايلة، ثلاث خطوات. نص كيلو سلفون، رابع خطوة نص كيلو سلفون، ده كله برميل 30 لتر، تمام؟ خليكم فاكرين تكلفة 100 جنيه بس. انت بقى سواء هتعمله في البيت او هتبيعه، لو هيتباع بره اللتر من 7 ل 8 جنيه. لو هتاكل فيه عيش اللتر من 7 ل 8 جنيه تبيعه. سهل وبسيط جدا، مش مكلف، وانت قاعد كده في البيت فاضي، وانت قاعد في البيت فاضي هتعمل ايه؟ بعد كده نص كيلو ملح متدوب في لتر ميه، نص كيلو ملح، ملح طعام، ملح مغنيسيوم، الملح اللي قبل. طبعا زي ما قلت لكم هو المفروض احنا بنسيبه ساعتين، بس الكميات الصغيره دي مش بتفرق، تمام؟ ننزل كده بالملح. Thank you.
بعد كده 50 جرام ريحه ليمون زيتيه. بعد كده انت عايز بقى تحط لون تحط، مش عايز خلاص كده بقى معاك ايه 30 لتر صابون ابيض شفاف. فيديو سهل وبسيط طبعا، بوريكم شكله ان شاء الله بعد ما ايه بعد ما الرغوه تهدى. طبعا هو مش هيبان كده معانا، وكده شكله مش هيبان عشان الرغوه بتاعته، بصوا عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.